وزارة الداخلية حرصت على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان استقبالهم في عدد من المنشآت الشرطية في مختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوي ليهم وتوزيع عليهم الهدايا الرمزية. يوافق الاحتفال بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لهم. وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها ومديريات الأمن شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بهذا اليوم بخاصة ذوي الهمم منهم. مش هخاف من نهاردة الاختلاف، إن ده مسمع لصوت، إن أقوى من الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل قوة. فقد وجهت دعوة لهم لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. انطلق الأطفال يرسمون على وجوههم التي تعلوها الابتسامات، ومعهم رجال الشرطة في لوحة جسدت مدى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وأسمى معاني الإنسانية والتراحم. فين تلاقي زيها أمن وأمان، أم توفي وعدها في كل ركن منها، تلقى ليا في مكان. طبعا الولاد مبسوطة جدا، طبعا اليوم ده بيبقى يوم مميز بالنسبة للولاد، بيحسوا ان في حد بيسأل عليهم، وطبعا وزارة الداخلية طبعا يعني مش بتأثر في الموضوع ده خالص بالنسبة لهم، هم متواجدين معاهم على طول، سواء يوم اليتيم او غير يوم اليتيم هم بيبقوا متواجدين معاهم على طول. الدعم الذي تقدمه الوزارة للأطفال الأيتام لا يقتصر على هذا اليوم فقط، وإنما على مدار العام باستقبالهم في أندية الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة، وبزيارتهم في دور رعايتهم، وتوزيع هدايا عينية على قاطنيها، وإجراء كشف طبي عليهم. هو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم. وزارة الداخلية تملي بتشرفنا بزيارتها، تملي في أي وقت بتبقى معانا في مناسباتنا كلها، بتيجي للأولاد على طول بصفة مستمرة، قاموا بكشف على الولاد، كشف الطبي على الأولاد، على مجموعة من الأولاد، مجموعة كبيرة، وصرفوا لنا الأدوية اللازمة برضو للأولاد. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندة ابنها، والقيادة كلنا حضن ودفاء. يوم اليتيم هو يوم يظهر فيه الجميع مدى الود والدعم المقدم للأيتام في كل مكان، ودعم وزارة الداخلية لهم متواصل على مدار العام للتخفيف عنهم ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها، فهم جزء أصيل من هذا المجتمع يحتاجون إلى مساندته ودعمه باستمرار. احتفالات كبيرة أقامتها وزارة الداخلية بيوم اليتيم. القطاعات الشرطية ومديريات الأمن استقبلت الأيتام بأندية الشرطة، وكذا نظمت زيارات لدور رعاية الأيتام بخاصة لذوي الهمم، في تأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية والدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للأيتام ليس في يوم اليتيم فقط، ولكن على مدار العام. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.